لا شوف هذا نحس فيه. يلا 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 في امي. مرة ثانية ولا الثالث؟ هذا واقيلا الثالث. الثالث. باش ديناش الحساب المهم اليوم احنا فين؟ اكبر سوق في الصف الافريقي سوق الحلب. اييه. ما عرفناش هذيك السيتي سميتها. لا واكبر سوق في افريقيا. وجينا ليه ما عرفتش. البارح ما كملنا لكمش الفلوق لحقاش الاخ الياس. مرات. كيدير عندك عندك. سخف السيد وطلع بلومبيلونس الروينه الكحله. مرض ايوا دابا مزيان. نعم مزيان الحمد لله الشيبس وداك الشيء على الريق. عرفتي البارح فاش كنت كتقول لي عندك عندك في الارض دايرها كتحب هي كتضحك ولا كنت كنشوف هكا ما قدرتش نطلع وجهي للسما. انا وماما كنقول لك شنو؟ السوق هذا راه كبير بزاف قال لك واخا تبقى النهار كامل هنا ما غاديش تسالي. ما تقدرش تسالي. ايوا غادي ندورو ونشوفو هنايا الاجواء كي دايره ياك الياس. وي ضروري تشوفو شي حوايج عمركم ما شفتو هنا اي حاجه ضحكت في البلاد تلقاها. كتلقاها في هاد البلاصه. الماكله الحوايج المهم شي بياسات المهم كلشي كاين. كلشي كامل تلقاها هنا. صافي هذا هو المول ديالنا حنا. مول تقليدي. مول تقليدي 100% مغربي 100% ياك. مغربي اصيل. البلاصه هنا فيها الزيتون ودوك الالعاب المهم تشوفوا الالعاب هانتوما هم سيار الزيتون واه شي كاين في السوق عامر وكاع ذوك الحوايج اللي تبغيو اي حاجه طاح لك في البال الحيوان المهم انا شفت العجب بالحيوانات في وسط الحوانت ديال الزيتون في وسط الخضره كلشي كاين في هاد البلاصه كاع داكشي مربش مخلط كلشي 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 شوفوا وريهم الزيتون شوف كيشهي والله هذا الحار كاين شي مشاش هنايا ماما الياس باش تجيب لنا شي ماكله نعطيوها لهم ناكلوها لهم مساكين ضربه فيهم الشمس ساكن ضربه فيهم الشمس والله ما ياكلوا نعطيهم ما ياكلوا ضروري قلت الله في الحيوانات والله تشوفوا الحيوانات كان عندكم شي حاجه عطوها لهم ياكلوها ياك الياس براي براي المهم كما قلنا لكم حنا راه غادي ناكلوا دوك مشيشات عندنا واحد المشيشات زعما حتى هما في في الله يحفظك دارت لنا في ماشي مشكل ها انتم كما تشوفوا عطيناهم الماكله مساكين راهم جيعانين ماشي والو والو ها ما كياكلوا هذوك راهم جمعانين هذوك اللي ليه ما بغاوش ياكلوا وين هادو شوفوا كي تجمعوا هنايا الياس شحال طويل خصني نبقى ندير هاك باش نشدوا معايا يلا سير هاك بغيتي ننزل باخ زين لا مزيان اصلا كنت كتبان لي طويل على هكا في الحقيقه ما طولش بزاف ولكن طويل عليا انا راه انت اللي قصير مش انا اللي طويل لا راه انت اللي طويل مش انا اللي قصير واش عمركم شفتوا شي طوموبيله كتفوت في السوق في المدينه وانتم انتم شفتوها في المغرب كلشي تشوفوا لكن حتى حاجه مستحيله هنايا مالك مالك دايره تقرب ليا زعما باش ما خايب
تيتي طايح اكثر من نايض. يلا عوجادة طيحوا طيحوا. الشينوا مازال ما داروا. شفتيهم؟ كبلينا كبلينا الماء. جينا كنضربوا الاناناس الفيتامينات نتاع السكسان هاي بعدا خصك تاكل. يلا يلا كول يلا يلا ضرب فمي. حلو حلو انا فورو ده حلو اورو فرنسا ده اورو كامله حتى فرنسا كوك تنديو يا سمسوس غادي يضربني. دونك هذه هي حلوه تجي لي مسوسه حتى شي اصلا مسوسه ولا شي ما داخله بحال الحليب لا مع الزيت اي حاجه كاع الماء اللي كاع الماء الماء ديالو حلو الماء كياكلو هذاك حنا لعب الكره كياكلو هذا قبل يخرج فيها انا معلومه جديده اجل تاع ما كاينه هو براسه ما نتبعش الكرة صدمني صدمني نفي خلقه ناك جينا ما تقدرش تدوزو دغيا طويلة انا دابا فين غادي نمشيو الياس مالك مالك تخمم مالك ما عرفتش شنو التليفون شنو التليفون راك عطيتو له؟ لا لا والله ما عطاني قلبت قلبت هنا وما لقيتوش وحطيتو في جيبي كيما جيبي خير انا صورتي بها ما تصورتي ايوا تلقاها بسوق الحرية سوق الحرية كتباع ومشكلة مع هاد الأخ البارح سخف لينا ما كملناش الفلوق اليوم ما عرفتش فين دار تليفونو كيضحك مازال شادين فيا انت والله ما شادين فيك قسما بالله كاين عند شي واحد ما كاينش واش انت دايره في جيبك وغادي يكون عند شي واحد حسيت شي واحد لا حسيت شي واحد نحس به مشاش مشاش اش من هذا الحس مشاش والله الواقع ضحك فاش كنا عند مشاش ودرتي هكا كانوا واحد جوج والله الا طلعتها عليا طلعينها عليها زكريا لا والله ما تخاف كاين شي واحد طيب واش كيبيعوا التليفونات في هذا السوق باش نشوفوا نلقاوها في شي بلاصه كيضحك واش منين هكا التليفون فينا هو قال لك صوره هذه يوم شحال زويلة هادي قلت لي والو انايا واه عطيتو ليك تفكر عطاني شي حاجة ما راه عطاني ايوا ديك الساعة فاش مشيتي عند زكريا واقيلا اتفقت والله ما مشيت اتفقنا كنت عارفها انا كاع شفتو ديك الساعة مشيت عند والله ما قلت لي شي حاجة انا مرة واحد الله مرة العايش شنو عندك شفتك خوار شحال هذا شحال اخويا شحال هذا هذاك هذاك راه عليهم كتبيع باش حسيتي باش راه هزو لك من الجيب راه خدا لك من الجيب غير باش تعلم تحضي راسك راه خدا لك من الجيب راه كنت عارف واش عطيتو لك انا ما عطيتو لي ما عطيتش ليا هزو لا لا خدا لك من الجيب هكا هزو والله هدريك ها هو راه خداه من الجيب وراه خديتي من بعد خديتي بان ليا كتصبر راسك كتقولي صافي نشري واحد بحال الا كيدير غير 300 درهم عطيتو ليك قول بعدي عطيتها لا انا عطيتو ليك عطيتو ليك المهم غير قول لنا باش حسيتي سمعت شمس العشاء ماشي اول مره توقع لك بعدا حنا جينا كان غادي ناكلو دابا في السوق في السوق ولكن الثمن ماشي ديال السوق الثمن ديال برج خليفه مع الحباب مع صحاب زوينه الجماعه هي اللي زوينه ما هادشي كامل شي باش باش ياك هي انت اللي اه زوينة البارح قال لك نتفرجوا فيلم كيدخلنا كل واحد شد قد الياس مشتا نقول لهم شدوا من دينا انا جي دو غومش حيت دايره الريجيم
ضرب بسم الله هاك شفنا الماء ديال القراب جا خطرنا واحد الماء ديال القراب كيديروه الجلد ديال العز عنده واحد المذاق واعر ماشي اي ماء كاس ديال الزيت وخدينا حلوى معسله ها هي هذه زوينه هو الصراحه انا ما كنتش باغي ناخذها ما يدير لك والو ما يدير لك والو قسمي قصه ديالو قاصحه وفي نفس الوقت والله الا هذه واعره هذه قسمنا هذه حلوه انا هذيك انا بغيتها للصافي قال لي طيب الدنيا شي نعاون الشباب ماشي مشكل 4 دراهم قال لي قال لنا راه ما كاين حتى واحد ياو وعلي شي كلمه لايك ديروا لايك وشنو ابوناء صافي شوفوا معنا الاجواء هنا شويه كتعيط الله يسلم شويه ما كايناش شويه ابرك قسمات راكم كاملين فوق شويه كاملين فوق شويه هاو كاين بزاف ديال البيبان في هذا السوق كتخلينا هذا الباب راه ثاني باب اللور المهم شحال من باب هما كاين شحال من باب ما نقول لك 12 واقيلا ياك 16 باب 16 راه اكبر سوق افريقيا راني عقلت عليها هذه المعلومه ليمول ليمول فيهم جوج بيبان راه دار 15 باب اسبوع شحال باب ليل هاكا تشوفوا هو فاش دخلنا المهم هذا هو السوق كامل هذا السوق هذاك هو الباب رقم 5 رقم 5 هذا السور ديالو كله راه كبير وراه باقي هو كبير حنا دخلنا من 5 وكانت مشاو حتى ل 6 وصافي عينا ما حتىك اللي ضربوا البيبان 15 باب كامل حنا كناكلو دابا 12 كل 10 كل 4 كل 4 ورحنا عاد كناكلو ها هو السي علي ماشي مره انتو عرفتوا دار واحد اللقطه غادي نحطها في الفيديو دورمي فو صحتك الياس صحتك زكريا كاين
كلشي كاين. شوفوا قريبة 12 الليل وحنا مازال هاد الدنيا مازال عامرة كما تعرفوا الصيف هذا وأكادير هادي وغادي ناكلو. هذا وكسمت كسمت تشالنج ولا اللعبه راب تشالنج مازال حتى واحد ما دارها مازال حاليا في المغرب مازال ما دارت في المغرب مازال ما دارت حنا نديروا اول مره حصريا في قناه ديال الياس غادي تلقاو في صندوق الوصف اللي بغى يشوف الفيديو هذاك يدخل عند الياس راه كيدير داك الشيء ناضي حاضر نديروا اللايك وسبسكرايب دابا غادي نمشيو نعسو خوت لا غادي نمشيو نصورو الفيديو عاد نعسو باش غدا ان شاء الله الصباح غادي نفيقو بكري نمشيو للتغازوت داكشي اللي كاين وهذه هي نهايه الفلوق تلاقاو فوقاش وامتى الفلوقات جايه ان شاء الله تهلاو بيس اند لوف يلا